الموسم السابع من جزيرة الكنز راجع وبقوة. نجوم جداد، تحديات جداد، وفرق غتواجه بعضها داخل أسوار الجزيرة. واحد لو كونسيبت جديد في جزيرة الكنز اللي درنا هذه المرة، غنشوفوا فرقة ضد فرقة. ديما معلم. الفرقة ديالي هي اللي ربحات. مريم مات بالفقصة. الريموت هذا. معلم. الموسم اللي مازال ما شفتو فيه والو، حيت الاخر مدخر. تتمة الموسم السابع من جزيرة الكنز، المغامرة يلا غتبدا. برنامج جزيرة الكنز مقدم لكم من طرف اليانصيب الوطني. أكبر مسابقة كتجمع دي باتيسي هوات من كل المغرب رجعت في موسمها الرابع. أننا جميعا كنا بعد عناء طويل خصنا الحلم ديالنا. استمتعوا بأحسن باتيسي مع دانون أصيل. دانون بالصحة والضحكة. انتظرونا في موسم استثنائي ومختلف تحت خيمة أحسن باتيسي المغرب 2024. شحال ما كنتي أب مثالي، كتلعب معاه وكتضحكو، واخا تلعب معاه ألف لعبة باش يبقى فرحان، واخا هكاك حتى حاجة ما كتعوض الحضن ديال الأم. مع مورفيكس الجديد طفلك غادي يحس بالراحة بفضل ملبس القطن الناعم وقنوات الامتصاص لأسرع ثلاث مرات أكثر. مورفيكس مريح بحال إلا في حضن الأم. مورفيكس الجديد جودة عالية، جربوه وردوا عليا. اليوم معنا خديجة خبيرة في الخبز. ما نسيتي والو زعما؟ نسيت والو. إيوا والفورس؟ كنحتاج ندير الفورس. كيفاش؟ حيت عجنت بالفينو برو ديال مزيه. فينو برو عجنتو كتشرب دغيا وكتطوع. عجنتو سهله وما كتاخذش الوقت. ويلي على ما كتاخذلكش الوقت. فينو برو ديال مزيه كنخرجوا منه حتى غريبه البغري ويلي بانكيك. ونزيد الفينو برو ديال مزيه اول فينو في المغرب اللي ما تحتاجش تخلط معاه الفورس، 100% طبيعي و100% من القمح الصلب. مزيه تفنن في العجينه. دلع الحفاضة رقم واحد في المغرب. بحنان أمي ونعومة الدلع. العجينة ديالت الخبز اللي كتحضر باللبن كتجي لذيذة بزاف، كتجي خفيفة هشيشة، وكيمكن لينا نعمروها بزاف.